احنا محتاجين بقى ندوق في مره عشان برضو يعني عشان نحكم احنا كمان يا منى مش كده؟ مش كده برضو؟ احنا معانا احمد دلوقتي على التليفون. صباح الخير عليك يا احمد. صباح النور. اخبارك ايه؟ الحمد لله زي الفل. الحمد لله. الحقيقه مش قادر اقول برضو فود بلوجر لان انت المحتوى بتاعك متنوع شويه، يعني انا شايفك كمان بتلعب كوره وبتعمل حاجات كتيره قوي ما شاء الله عليك. والله يعني انا بحاول دايما اقدم كونتنت يثبت يعني لان الناس ان مفيش حاجه صعبه يعني، ايا كان اي حد عايز يوصل لحاجه هيوصل لها، وده مش كلام يعني بقوله كده وخلاص يعني، دي حاجه انا حاولت اعملها وبحاول ان انا افضل اعملها يعني. طيب انت الوصفات اللي بتعملها هل هي متجربه قبل كده وانت بتعملها ولا انت ممكن تخترع حاجه جديده؟ لا هو فيه وفي يعني، في وصفات بتبقى مثلا على النت وانا بتعجبني اقول لو مثلا ظبطت الحته دي هتبقى احسن، وفي وصفات بقى ببقى مثلا انا دي بقى مشكلتي لما بقعد في الحمام بقعد افكر صراحه وانا بستحمى او بطلب اقول لا انا هعمل اللي انا افكار كتيره بتطلع على فكره. بس كده. طيب انا عارفه ان الكونتنت بتاعك اتغير اكتر من مره، يعني في الاول كنت بتقدم حاجه تانية مختلفه كنيوتريشنست، بعد كده او كاخصائي تغذيه علاجيه او اخصائي تغذيه، بعد كده ابتديت تتوجه للفيديوز دي، غيرت الكونتنت بتاعك ليه؟ والله غيرته لان انا حسيت ان مجال التغذيه في مصر مش مساعدني قوي، لان الناس عايزه حد يضحك عليها، عايزين يقولوا لهم يلا نخس 10 كيلو في اسبوع، يلا نخس. هو احنا مش هينفع نخس 10 كيلو في اسبوع ولا ايه؟ بالظبط. فهو ده السؤال. فدايما كنت كل ما اشتغل مع حد او اشتغل مع حد على نيوتريشن بلان او على يعني برنامج تغذيه معين يقول لي لا 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 مش ده اللي انا عايزه. فبحس دايما ان الموضوع في مصر محتاج وعي زياده عشان المجال يكمل، يا اما هحتاج ان انا ادي لنفس الناس نفس البرنامج، وده مش شغلي، ده بيحصل عند مدربين كتير او ناس كتير للاسف ان هم بيدوا نفس البرنامج لنفس الناس، فدي حاجه انا ما اقدرش اعملها طبعا. ما يبقاش مصمم لكل شخص. بالظبط. فقلت لا خلاص، ليه الناس بتحب ارائي في الاكل، الناس بتحب الوصفات اللي بعملها، ابتديت اتجه ان انا اقول ارائي في مطاعم، اقول ارائي في برودكتس او منتجات يعني، او اعمل ريسبيز يعني، يبقى كونتنت لذيذ على الناس وفي نفس الوقت الفيديو يخلص بسرعه من غير ما الناس تحس بيه يعني. أنا جميل. انا عاجبني كمان الصدق في حاجه كمان، يعني انت لما بتعمل حاجه وبتدوقها ومش مظبوطه بتقول ان هي مش مظبوطه. ده حقيقي، ده لازم، مش زي اي حد مثلا ممكن يقول لك وبالهنا والشفا في الاخر، يلا ما هي شكلها حلو، ما كده كده المشاهدين والناس اللي بيشوفوه على السوشيال ميديا ما جربوش ما دقوهاش فمش هيعرفوا طعمها عامل ايه. الكلام ده موجه لاحمد بس ولا موجه لكل الستات اللي بتعمل الاكل وتقدمه في البيت وتقول عشان ابقى فاهمه بس السؤال ده موجه لمين؟ ده لكل الناس. لكل الناس، ده بالعكس، ده دي اهم حاجه الواحد يعملها. طب ما هم لو لقوها وحشه هيجوا يقولوا ايه الراجل اللي بيقول اي كلام ده، خلاص احنا مش عايزين نتابعه تاني مثلا. او دايما حتى لو وحشه ايه المشكله، نزلها وقول وحشه مفيش مشكله، بالعكس ده بيديك كريديبيليتي او بيديك مصداقيه عند الناس يعني. ده بينفعك بقى في الريفيوز او في الريفيوز اللي انت بتعملها للمنتجات المختلفه لما يبقى عندك حاجه كده بتجربها؟ طبعا. انا يعني انا من اقل الناس الحمد لله اللي على النت اللي بيتقال لهم انت قابض يعني. الحمد لله. طيب بتطبخ في البيت؟ في البيت. بتساعد في البيت يعني؟ في البيت. لا ما اقصدش الفيديوهات بتاعتك، اقصد يعني بتطبخ لهم في البيت؟ بطبخ ممكن تعملوا اكلات لاصحابك؟ ممكن صحابي عادي في يوم يصحوا من النوم كده احمد اعمل لنا كذا مثلا، عايزين ناكل كذا، او النهارده مثلا اعمل لنا ميكس بالميكسات اللي انت مثلا عملتها على يا بختهم بيك يا احمد والله. بس فدايما بقى بيقولوا لي لا احنا النهارده مثلا عايزين نعمل كذا او عايزين نعمل كذا، قول لنا مثلا نعمل كذا ازاي مثلا. عظيم. احمد انت من النهارده صاحبنا ومن النهارده هتعمل لنا الميكسات بتاعتك يا احمد. كل شكر ليك احمد التركي الفود بلوجر، شكرا جزيلا ليك.